السلام عليكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصتكم الاسبوعيه، لقاء مع وزير السعاده اتشرف فيها باستضافه رئيس اتحاد فرع اتحاد البليده السي ناصر فرح. مرحبا واهلا وسهلا بك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعدت كثيرا بوجودك معنا. صافي بليز، ان شاء الله على الاستضافه. لا شكر على واجب. سنتحدث في هذه الحصة الخاصة بنادي عريق اسمه اتحاد البليدة يعاني في الأقسام السفلى، يمر بسنوات عجاف. اليوم السي ناصر يتقدم من أجل الرفع من المستوى وإعادة الفريق إلى الواجهة، ولا واش تقول السي ناصر؟ احكي لنا كيفاش جاء قرارك أنك تقوم ولا ترفع قيادة المسؤولية من أجل تولي سفينة نادي غارق إن صح التعبير منذ سنوات هو في الأقسام السفلى. هي في الحقيقة أنا عندي إيكول فورماسيون، يعني مدرسة مختصة في كرة القدم، و يعني دخلت الدومين هذا يعني ثم مع الوقت مدة 6 سنين اكتشفت أنه لازم تكون عند باش المدرسة كي دير المدرسة لازم لك ان سونتر دو فورماسيون اكاديمي، يعني لي ميور جوار اللي يتكونوا في المدرسه لازمهم يروحوا للاكاديمي. يعني تسمى كانت الفكره دي يعني حبيت نجسدها في الواقع، والحق كان عندي اتصالات مع اصدقاء في بليده هكذا وبروبوزاو لي بليده بعد يعني بعد مده وافقت باش نشد اتحاد بليده. وكان المشروع تاعي هو انه نديرو مركز تكوين خاص باتحاد البليدة باش يعني يخرج من يعني التبعية تاع البلدية والولاية، ويعني يخرج حتى من الأزمة، يعني يدخل في عالم تكوين ويعني يعتمد على نفسه. واخترت يعني ملعب زراخي، يعني لأنه ملعب شفناه يعني فيه مساحات وين نقدروا نبنوا إقامة للاعبين، وفيه محلات نقدر يستغلهم الفريق تجاريا يعني بعد مدة. ويعني تسمى هذا المركز التكوين يعني كان الهدف تاعنا انه بعد 3 سنوات نولوا نستعملوا المادة تاعنا احنا، يعني تاع لاعبين بعد 3 سنين يكونوا تكونوا، يعني كي نجيبوا السنة هذا نجيبوا مثلا 2005 و2006، يعني بعد 3 سنوات راهم 20 سنة يعني يقدروا يلعبوا سينيور. وحنا كنا نديروا مثلا كنا حابين نجيبوا يعني لي فورماتير اسبانيول يعني مختصين في هذا التكوين، يعني باش يعاونونا والفريق بعد 3 سنين يعني يولي يستفيد من اللاعبين هذوما اللي يكونهم، ونقدروا نبيعوا حتى لبرا، نقدروا نبيعوا الفرق، يعني مشروع يعني لاباس به. وهذه الفكرة اللي كانت جاتنا هنا، وخطر بالشباب يعني بعد 3 سنوات راح يكون الفريق ما عادش يحتاج للأموال البلدية ولا الأموال الولاية، يعني سما يستقل ماديا، يستقل إداريا، كلش كذا. هذه الفكرة تاعنا مشروع يعني كون يعني سهل ربي يعني ونجسدوه في الواقع راح يكون نموذج هنا في الجزائر، وراح تتبعوا كل فرق. لأنه درك حسب نشوفوا احنا درك الدولة راهي تمد شركات للفرق، والنتيجه ما يعني ما راح تكون يعني اموال تروح يعني بلا ما تروحش المكان تاعها، يعني تروح الاموال هذه تروح بلا ما يستفيد منها الفريق يعني راح يستفيد منها اشخاص، يعني سواء يجيبوا لاعبين، يعني ثم ماش كاين استراتيجيه تاع التكوين الحقيقي تاع الفرق هذه. وشفناها احنا في فرق راهي تدي تلحق حتى 120 مليار في العام، ولكن نفس الوضعيه تاعها ما تغيرتش، يعني راح يجي وقت الدوله راح تحبس، راح تعاود ترجع السياسه هذه كما قبل، كما كانوا وقت لي غاليري. دوك نجيبوا شركه مثلا شركات وطنيه، يعني يكون راح يدخلوا الافلاس لانه ما كاش تسيير. يعني المشكل تاعنا احنا في التسيير وفي التكوين، يعني الفوتبال اذا حبينا يعني يتطور نخليه ونعاونوا نديروا مرافقه الدوله، صح دير مرافقه للفرق عن طريق خطه عمل، يعني خريطه طريق وتمشي ان شاء الله. بعد مده 3 سنوات ولا 4 سنوات الدوله تخلي الفرق راه يوليو يعتمدوا على نفسهم، بصح بالطريقه هذه تاع بلجيكا كل عام تعطيه مده تاع 120 مليار هكذا راح ما راحش نوصلوا نتيجه. تكون اهداف معينه وشروط محدده باش تمد الدوله الاموال تاعها. حنا حبينا نديروا الفكره هذه في اتحاد البليده،
يعني بمرافقة السلطات الولائية والبلدية، يعني مبالغ يعني ماهيش كبيرة ماهيش ضخمة، تيكون تسيير يعني راشد يكون كذا، نوصلوا احنا بعد سنوات، احنا ما قلناش 10 سنوات 3 سنوات، يولي الفريق يولي محترف بمعنى الكلمة، سواء من ناحية مركز التكوين اللاعبين في كلش يعني. ومن دون شك الرئيس انه لما اخترتوا اتحاد البليده لبناء هذا المشروع ولا السير بهذا المشروع الى تجسيده على ارض الواقع، انه ما جاش من عدم، شفتوا في الولايه هذه بانه فيها كل الامكانيات كل الامور اللي تخليك تنجح هذا المشروع. لا الحمد لله، يعني ولايه بليده معروفه يعني نقدر نقولوا من اقدم الولايات في الجزائر، يعني عندها امكانيات كبيره في كل شيء، سواء من ناحية البشرية من ناحية المادية من ناحية يعني عندها مراكز عندها ملاعب عندها كلش، يعني ثم يعني ولاية يعني تستاهل يعني باش تكون التجربة هذه تكون في ولاية البليدة، يعني يعني حتى عندها جمهور كبير، يعني نقدر نقولوا الجمهور هذا من بعد مولودية الجزائر، عندها جمهور يعني يعني جمهور يعني لبس به يعني يتنفس يعني كرة القدم. يعني ثم كل شروط متوفرة في الولاية هذه، ولكن تبقى كما يقولوا يد واحده ما تصفقش. ايضا في الكواليس في حديثي معك انه راك متردد، راك مجيني شويه من بعض التخلاط ان صح التعبير في درك على بالك درك في الاوسط. انا ملي راس اتحاد بوليده درك مد شهرين درك قريب شويه وبداو الناس ينساو المشروع الاساسي اللي جينا عليه احنا، يعني اذا مركز التكوين وباش نكونوا كذا، ولينا احنا لا كونسونطراسيون كل محطوطه في الفريق في الاستخدامات ومننا. وهذا انا شحال خطره نهضر مع الجمهور ولا مع هذه الاستخدامات تاع اللاعبين وتاع الفريق تاع الموسم هذا خاصه بالاداره، احنا مهتمين به اكثر من اي واحد، بصح ما لازمش احنا نهضروه نقولوا احنا رانا مهتمين ونحكوا على استخدامات مشروعكم اكبر من هذا. هذا حاجه رانا قايمين بها ورانا مركزين فيها مهمه جدا باش نجيب جوار دراسه كبيره، ويعني يعني ماشي غير هذاك، احنا لها الجانب هذا رانا مهملين، وكشغل الناس كلها راهي مهتمه بالريكريتمون، وكشغل احنا الاداره رانا ناسيين الريكريتمون. لا احنا الهدف تاعنا هو الريكريتمون، لانه العام هذا احنا ان شاء الله يعني ما تبقى هدف تاعنا، عندنا سطرنا الهدف هو ان شاء الله يعني نروحوا للقسم ان شاء الله نلعبوا الصعود ان شاء الله، يعني بصح ما نبقاوش احنا نبقوا نحطوا كل يوم كل خطره نحكوا على الصعود ونحكوا على الاستخدامات هذو الخاصه بالاداره. واحد ما يقدر يجي يقول الاداره وري لي اللاعبين ولا واش درتوا واش ما درتوش، هذا خاصه بينا احنا. النهار وين تبقى ندخلوا في التربص ويدخل الفريق راح الجمهور راح يعرف الفريق تاعو، مش هذا هو الاساس اللي جينا عليه احنا، لانه هذه ما سي نورمال احنا راح نديروا استخدامات كيما الفرق كلها، يعني علاش الضجه هذه كلها على الاستخدامات وعلى كلش، ونسينا المشروع الحقيقي اللي هو اللي جينا منه، اللي هو نديروا لا بلاتفورم كيما نقولوا الصح تاع الفريق. واحد ما مهتم بالحاجه هذه ومهتمين احنا باستخدامات وحاجه كذا يا رئيس، لانه اذا شفنا من كوتي هذا تلقى الانصار اتحاد البليده يقول لك سامنا دائما الوعود، حنا حابين نقولوا للواجهه، لانه اليوم اتحاد البليده ما كانتوا في حاضره الكبار ماشي بالاقسام السفلى. اسمح لي سي فور سابا لك المشروع تاعك واش راك تقول. اسمح لي درك اتحاد البليده تبقى كلمه برك ما كان تاعو الفوق، ما كان الفوق بصح مده درك 5 سنين ولا 6 سنين الفريق راه مهمش فعلا مهمش، وما كان حتى شيء. نهار وين جينا باش نديروا المشروع صح ولينا نسبقوا، احنا ما نسبقوش، احنا نجو نخدموا، يعني لازم نبداو من تحت. احنا انا استلمت الفريق، راني اعاده الهيكله تاع الفريق غير موجود مده 5 سنوات، الفريق غير موجود يعني في الحقيقه الواقع هذا اللي نهضروا عليه، فريق كبير صح تاريخيا في التاريخ او كبير بصح في الواقع درك راه غير موجود الفريق، راه احنا جينا راه ما كان حتى شيء في الفريق، ما لقيتو حتى حاجه، ما كان حتى شيء، احنا رانا نهيكلوا في الفريق سواء اداريا في كلش، يعني ثم لازم الناس لازم تعرف هذه ماشي في ماشي كما الاداره اللي تخمم كما الجمهور، الجمهور صح ينتظر في الاستقدامات وفي اللاعبين وفي الاصل انه الفريق في كل سنه راه يبدا التحضيرات تاعو متاخر، يعني هذه حشي واضح، هذا ماهوش راه مخبي صح ولا ماشي صح، كل عام يبدا في التحضيرات تاعو متاخر. علاش العام هذا احنا بدينا، احنا تقدر تقول احنا بدينا باستخدام طاقم فني وبدينا في العمل يعني تدريجيا بطريقه تاعنا احنا، ما كان حتى واحد يقدر يفرض علينا الطريقه تاعنا تاع العمل كيفاش نعملوا احنا في خضم هذه النقطه. قلت لي بانه غلقت انت شخصيا كل المنافذ، يعني على
على لي ماناجير، على الناس اللي تعيط على مصلحه ذاتيه، انه واحد ما يدبر عليك، حتى هو الامر الناهي في النادي. سي نورمال، هذه باش ننجحوا لازمنا كيما ما كانش. هي هو المشكل في اتحاد بويده، انا اكتشفته دركا انه الفريق هذا اي واحد كان يتدخل فيه، اي واحد، ما نقدرش نقول لك حتى دي غارديان قال الحساسه ولا ما على بالش، اي واحد راه يدخل الفريق، اي واحد يدخل في اللاعبين، اي واحد في اداريين، يعني شيء فوضى كبيره. احنا السيستم هذا ما نجحوش به، هذا احنا غلقنا هذا المنافذ هذا وما نسمعوا حتى الواحد، لانه الاستراتيجيه تاعنا احنا اللي نديروها، مش يديرها لنا الشارع ولا يديروها لنا الناس اللي كانوا يتصرفوا في الفريق. انا جالي اتصالات هبال، حاجه واحده اخرى كاع، تدخلات من الاخر، بصح هذه ما لقيش بها بال، مع يعني غالق كلش، يعني ماهوش اي واحد الفريق هذا، يعني راني نرجع فيه المكانه تاعو الحقيقيه كيما رانا نهضروا حنا. فريق اتحاد البوليده راهو فريق كبير، ولكن في الواقع راهو خلاوه، يعني اي واحد راه يدخل الفريق، اي واحد. قلت لي كي جيت ما كاش حتى البالوات، حتى انت شريتهم، اضعف حاجه ما كاش، ابسط حاجه. الفريق اللي قاعد نقول لك غير موجود، غير الورقه موجود، اتحاد البوليده سيتو لا ماتريال، ما كان حتى شيء، ناس قاعد 4 سنين، قاعد 6 سنين، احنا قعدنا ما با شهرين، ما با ملي بديت عندي شهر، يعني في نحسبوا في الاصل صح عندي شهر، الناس يحسبوا فيه، فكاين ناس رؤساء حكموا قعدوا 4 سنين، كاين اللي قعد 6 سنين، قعدوا هكذا ما خلوا حتى شيء، راحوا مع احتراماتي ليهم، انا نهضروا على واقع صار هكذا، اكيد يعني خلوا الفريق ما كانش، وغير موجود الفريق ما كانش، ونهي المؤسسه. انا علاش حبيت ندير مؤسسه تاع الفريق، سونتر فورماسيون، حتى غدوه كي نروح انا، هذا السونتر فورماسيون تاع اتحاد البوليده، كي نروح انا يبقى السونتر هذا القيمه تاع الفريق تكون طالعه، قيمته طالعه، كي يكون عنده مركز تكوين هكذا. احنا جينا نخدموا بنيه تاعنا، نيه صافيه، ما عندنا حتى شيء باش خدموا باش نجو كش ما ناكلوا من الفريق، ولا كش ما عندو من الفريق، ولا نية تاعنا باش نخدموا بطريقة احترافية، وهذه تطلب المرافقة تاع الولاية وتاع البلدية. أنا قلتها ويعني نبقى مصر عليها تاني، باش نخدم وحدي ما نقدرش، نخدم وحدي ما نقدرش في الجو، سيرتو المرحله هذه الديبي هذا تاع الاخر، صعب جدا باش تقدر تخدم وحدك. مرحله نقدر نسميوها مرحله انتقاليه، لانه النادي كان ما كاش، اليوم حب يولي الواجهه، مرحله انتقاليه. هذا هو المصطلح تاعها الحقيقي، هذه المرحله رانا في مرحله انتقاليه، يعني لازم تكون مرافقه. هذا الشيء اللي حنا نطلبوا فيه، ويد وحده ما تصفق، يد وحده كما يقولوا ما تصفقش. والرئيس قلت لي بانه راك تفكر في الرحيل، قلت لي ما على باليش، راني ميزيتي نقعد ولا ما نقعدش، في ظرف شهرين وانت بديت وفتحت الباب وما تخلي لوكازيون بالك. شوف حنايا حنا في الديبي في الاول، انا دائما نقول انه سر، نبقى مصر على المرافقه تاع السلطات، لانه في الاصل الفريق هذا راني قاعد نقول تابع للبلديه والولايه، الاصل في الاصل تاعو في الاصل نادي هاوي. انا راني متطوع في الوقت الحاضر، ماهوش فريق محترف وعنده ريجستر كوميرس وانا استلمته وديته، هذا راه فريق تابع بلديه البوليده وولايه البوليده، وانا راني كمتطوع، يعني جيت لهنا جزء من الاموال تاعي وجزء من الاموال تاع البلديه ولا الولايه باش نقدروا نديروا ننتقلوا، يعني في المرحله الانتقاليه تتطلب المساعده، هذا هو الاساس، فهمتني ولا لا؟ دركا ماشي راح نتحمل انا مسؤوليه وحدي في الفريق، لانه في الديبي رانا قلنا لازم مرافقه تاع السلطات. شفنا الرئيس اول مشكله وقعتوا فيها بالك انتم كاداره مع المدرب مختار بالازرق، ما قصه هذا المدرب اللي جا وراح ودار فيديو ونشر منشور تداول بقوه في السوشيال ميديا، وكنت رجعت انت في فيديو على المباشر، وش حكيته المدرب؟ والله شوف في الحقيقه يعني بكل صراحه يعني قال هو في الفيديو، قال بانه فرضت عليه لاعب ما يعرفش مين باي جونغلي. انا رجعت له قلت له اذا سبينا اللاعب هذا، احنا لحد الان هذوم اللي جانا هذوما مازلنا مسنين حتى واحد، ما مضيناش حتى الواحد من هذوما اللي درنا لهم التجارب. هذه اول حاجه. ثاني حاجه سي مختار، انا اللي دعمته، انا اللي ديته الاولمبي المديه مع سي حمار الله يذكره بالخير وسي سليمان المناجير، وانا اللي درته ادجوا في المديه، يعني عاونته، يعني خدمت معه وجبته نهار وين جبته لفريق اتحاد البوليده، جبته هو كان القرار المره الاولى، انا كنت نعتمد على الخضاري باش يكون هو البرينسيبال، ولكن الخضاري كان عنده ستاج باش يدير ستاج في عنده سبتمبر اكتوبر، قال لي نصر ما نقدرش انا نشد الفريق،
قال لي نقدر نعاون فريق ولا ديسيزيون. خليت درت معاه سيد مؤمن عنده كفاءة عالية، والخضار يعاونوه، الخضار درناه ديتياج وهو درناه مدرب رئيسي. ولكن يعني سما يعني في الوقت اللي درت وانا مدرب رئيسي اعطيته فرصة فريق كبير وفي كلش، ولكن انا كي درته مدرب رئيسي بصح مش معناها درته مدرب رئيسي ورحت رقدت. انا درته مدرب رئيسي كيما يقولوا وداير بالو كان وسنا فيه، خليته يخدم ودرنا التجارب هذه اللي درناها في ولاد فايد، لوطيل معمر اللي الجوار ما ياكل ويشرب. اول خطره نزيد بالمناسبه دي اول فريق في القسم الثالث يدير تجارب في الفندق لاعبين ياكلوا على الفريق. يعني السما احنا يعني السما باش تعرفوا النيه تاعنا احنا اللعب الطريقه تاعنا طريقه احترافيه، احنا كي نجيبوا لاعب نحترموا اللاعبين سواء هاويين ولا سواء هكذا نحترموهم. درنا لهم اقامه تاعهم، درنا لهم الاكل تاعهم تبع في الفندق كلش، يعني عاوننا. هو ما قدرش يخدم، كان خلاف كبير في ولاد فايت مع الطاقم الفني، كنت نحاولوا نغطيو باش نصلحوا بيناتهم. زد درنا ستاج ثاني درناه في بليده، وكيف لاعبين في الفندق وكلش، ودرنا لهم لباس موحد وكذا، هذه تدل ان النيه تاعنا احنا جينا نخدموا وجينا نخدموا بطريقه احترافيه، وطلعنا يعني القيمه تاع المستوى تاع الفريق. ولكن مسيو بالازرق يعني سما كان مصر على لاعب باش يمضي له، وانا قلت له اللاعبين ماهمش المدربين ولا الطاقم الفني المدير الفني ما رافضين هذا اللاعب باش الاخر. يعني صارت امور في التدريبات وكنت حاضر انا وما عجبنيش الحال، يعني خلاف ما بين المدربين يعني وصل لحاجه واحده اخرى. دوكا هزينا قرار باش نوقفوه ووقفنا، يعني سبب هو درنا احنا اسباب انضباطيه، يعني لانه صارت حوادث صارت حادثه ويعني ما نتحفظ ما نقدرش نقولها. بصح على هذا دخلنا قرار تاع الاقاله تاعو، ويعني كما اي مدرب يعني يروح ويجي مدرب واحد اخر. وكان الاتفاق تاعي مع مسيو الخضاري اللي هو المدرب الرئيسي دروكا، ونحاولوا نحلوا المشكل تاعو مع دي جي اس تاع بشار، ثم قلنا له ان شاء الله كي يلحق الوقت هذا كنا نحاول ندير اتصالات مع مدير الشباب والرياضه تاع ولايه بشار ونحلوا الاشكال هذا. ومسيو الخضر هو المدرب الرئيسي دركا. وبالنسبه للاستخدامات كيفاش كانت عمليه الاستخدامات بالنسبه لكم؟ يعني هناك اسماء متداوله، البعض يقول شوف انه غادرت مش تقدر تقول. شوف حنايا الاستخدامات تاعنا احنا راهي تمشي بطريقه يعني احترافيه، ورانا عندنا لاعبين، ولكن احنا تشوف حاولنا نديرو غير نعلو غير على لاعب ولا زوج صرو لنا مشاكل. دوك لاعب مسيو عيشون تشوف صحفي ماشي صحفي وتا واحد الصفحه تاع المنافسيه قال بانه غادر الفريق، غادر وعيط له عيشه ويقول له كيفاش راك دير تصريح كيما هذا، وانا ما وصلت حتى هضر له كلام يعني بادي وعيط لي وقال لي الشيخه واش قال لي. يعني سما مستهدفين، يعني اتحاد بوليده لاعبين جدد هذوما راهم مستهدفين. يعني خلونا يعني تسمى رانا في جو غير امن، غير جو مكهرب، جو يعني جو راهو يخوف. يعني حقيقه ما انا جميع يعني ما جو يعني واش راح نقول لك، يعني جو ما يساعدش على العمل وما يساعدش على البقاء في الفريق. يعني هذا جو مكهرب جدا خلاص. اي واحد ولا يحكي في كره قدم، اي واحد يدير اللايف ويبقى يهضر على الفريق ويمد رايه بقوه والناس كذا، يعني شيء ما مستحيل. فوتبال اسكو انا حبيت نعرف برك السنوات القادمه كانت كيما هكذا جوستوم، رانا مخلوعين سبحان الله. الغريب في الامر كي جيتوا تخدموا اليوم بانوا شيء غير ما يساعدش على العمل، ما يساعدش على العمل خلاص، وما يساعدش على البقاء. التهجمات تاع الفريق وعلى على كل اي واحد، انا ما سبحان الله يعني ما لقيتوش وين تبداو. قلت لك جو ما يساعدش على العمل وما يساعدش على البقاء، ماهوش جو هذا. اي واحد راه ولا يهضر في الفريق ولا واش راح نقول لك انا، يعني سما كي شغل الحاله ملغمه في اتحاد البوليده. يعني انا الحق كنت نعرف الاجواء كيما هكذا ما ف
فما كنتش راح ما تونجاجيش كامل، ما مستحيل مستحيل يعني سما يعني واحد يريح في وين كان خير من احسن. وصح الرئيس شفناك في لقاء جمعك مع رئيس بلدية البليدة والأعضاء الرسميين، وش كان محاور نقاش يعني في هذا النقطة؟ شوف اللقاء بيني بين رئيس اتحاد البلدية رئيس البلدية رئيس البلدية هو كان يعني الملعب الزولة في كنت احنا نطالبوا باش نديروا سنتر فورماس، وهذا المهم تاعنا وهذا هو المشروع تاعنا، لازم لازم الشعب البوليدي ولا الجمهور البوليدي يعرف باللي انا ندافعوا له حاجة الأهم حاجة في الفريق، ماهوش الاستخدامات. احنا الاستخدامات رانا احنا انا ان شاء الله ان شاء الله كيما وعدت الفريق وعدت الجمهور وعدت الاخر بانه راح يكون عندنا فريق يعني فريق يعني احسن فريق مدة في الخمس سنوات ولا ست سنين السنوات هذه اللي سابق راح يكون احسن فريق ان شاء الله. يعني هذا مفروغ منه، اللي يحب يتناقش في هذا راه حاب يخرجنا من الموضوع. احنا كان الهدف تاعنا هو السونتر دو فورماسيون مركز التكوين، ولكن اللقاء الاخر تاعي ما بعد اعلنت انسحابي لقاء ما قاموا به اشخاص كذا، وكان لقاء بيني وبين رئيس البلديه في الفندق واتفقنا. قلت انا معليش انا نزيد نعاود ندير حسن النيه تاعي، انا قلت له معليش انا نقدر نستعمل ملعب الزوراقي في وقت التدريبات يكون مغلوق الملعب، واحد ما يدخل يدخل الفريق يدرب يخرج من بعد يستعملوا الملعب، لانه انا كنت كنا حابين نحقق الوقت ولازم نمشيو لقدام. وافقني رئيس البلدية وقال لي إن شاء الله نلقاو حل من هنا، وقلت له لازم تكون مرافقة، لازم ترافقونا دائما التدعيم لازم لازم، لأنه أنا واحد من الناس أنا ما عندي حتى ضمانات درك، شيء قلت لك شيء يخوف درك في الاتحاد البوليدي يخوف، يعني أجواء مكهربة خلاص، يعني ما تساعدش ممارسة كرة القدم، مشي حتى تسير كرة القدم يعني والرئيس انت مازال ما بداش كامل بدايه الموسم، عفوا بلي كاين تنقلات كاين مصاريف كبيره تنتظركم انتوما، وش هي الضمانات اللي تلقيتها من رئيس البلديه؟ الحفلات ما عندناش، احنا عندنا مقابله في درناها في الشراقه في الدرك الوطني حتى ما كانش ممكن حتى شيء موجود في الفريق، ماتريال احنا شرينا ماتريال احنا درنا كلش، بصح هذا معليش المهام تاعنا احنا بصح لازم تكون حسن المرافقه يعني يبينوا لنا حسن النيه، مع الجو مكهرب ومع الاخر ما كاينش تطمينات ما كان حتى شيء، يعني ما كاينش كيفاه باش نقدروا نمشيو في الغموض هذا كل هذا الشيء يعني يحير. يعني سوا ما تقدرش تجيبش واحد كذا تقول له انفيستي كذا وروح كذا من مستحيلات. وهذا الرئيس يدل بانه تواجد اتحاد بليده في الاقسام السفلى راجع لهذه هي نتيجه تحصيل حاصل، يعني المشاكل اللي وقع فيها هي اللي ادت به. شوف مهما كانت المشاكل ما كنتش نتوقع نشوف فيها كما راني نشوف فيها عمرك، وانا مشني معناها مشني قادر عليها. انا الناس هذوك اللي كانوا ما انا تهمني مرافقه السلطه البلديه والولايه، هذوما ما زوبعه في فنجان نعرف كيف نتعامل معاهم، هذو ماهوش بروبلام. بصح انا قلت لك انا تكون لازم تكون المشروع هذا يطلب النيه الصادقه تاع البلديه وتاع الولايه، سينو ما نقدروش نمشيو مع هذا الجو المكهرب، هذا الجو اللي راهو مرعب في اتحاد البوليده. يعني صح الرئيس شفنا بانه هناك لجنه تدقيق وتاهيل الملاعب اللي راح تكون حاضره بدايه من يوم الغد من اجل متابعه ملعب براكني اخر تجهيزات بالنسبه للملعب هذا، لانه اليوم من دون شك راح تصر على اللعب بعقر الديار من اجل لعب ورقه الصعود. والله انا هذا ما عندي حتى علم بها، ما جات لي حتى رساله، ما ممكن جات البلديه ولا الاخر، بصح انا ما نعلمش بهذا. وبالنسبه للملعب زرته وشفته براكني اسكو واجد ماشي واجد؟ والله انا الحق ما رحتش لبراكني ما رحتلوش واللي مازال ما لا اظن ذلك انه يعني بداوا فيه اشغال ولا ما لا ما إذا مش هذا ما كانش. سؤال ما قبل الأخير، شفناك أيضا عينتو مدرب صاعد لاكتشاف المواهب لهادي تالجون، كيفاش تشوف الرجل هاي صورة تتكلم عن نفسه؟ شوف لهادي كلمة في حق هذا الرجل الطموح. شوف لهادي تالجون يعني ما شاء الله، يعني الرجل الخفي يعني عاون عدة فرق يعني في التكوين في يجيب يتبع المواهب، ويعني للأسف لحد الآن ما داش حقه، وإن شاء الله إذا كملت أنا في البليدة
العمل تاع الهديث شلون يبان ان شاء الله. اكيد إب هو هو من دون ننسى كل التحيه، هو مختص، اسمح لي، هو مختص في اكتشاف المواهب. ولكن احنا دائما رجال الظلمه محقورين يعني هكذا، وان شاء الله ان شاء الله يعني اذا كملت ان شاء الله راح يعني تعرف نفس قيمة تاعنا فعلا، لانه دعم فرق كبير انا هنا في الجزائر، ونسمع على سيربي بارادو سيربي عاون بزاف، انا نعرفه على بالك فاش يخدم يعني، وان شاء الله ان شاء الله احنا تشوف فيها رجل مناسب في المكان المناسب. هذه تلجون للاسف شديد هو ابن مدينه مفتاح، هذه المدينه التي تسفق للبراني فقط، هذا مكان كي يكون ابن المدينه يعكسه ما يطولوش حقه. نامل ان شاء الله يقدم الاضافه لكم انتم معاك انت كاداره، قلت لي راح نرجع له الاعتبار ان شاء الله ان شاء الله. وفي الاخير الرئيس ان شاء الله تكون ريحت وسولاجيت معنا، رساله خاصه الانصار البليده، انصار مدينه الورود اللي اشتاقوا كثيرا لمباريات فريق ناديهم يلعب على الادوار الاولى. المهمه ماشي سهله لكنها ليست مستحيله الرئيس، واش تقدر تقول لهم الانصار انت في هذا المكتب؟ شوف انا شوف الانصار يعني كل واحد يلعب الدور تاعو، لانه في الاول الاخيره يعني الانصار راهم داروا يعني شيء يعني بالنسبه لي انا نشوف فيه ضد الفريق يعني، حتى وكان عن حسن النيه، ولكن الضغط هذا اللي يديروا فيه على الفريق ويديروا فيه على يعني الاستخدامات وكذا، هذا عمل تاع الاداره، عمل مخفي. وقفه الانصار هما يوقفوا مع الفريق ومع الاداره الجديده باش نقدروا نمشيو لقدام، اذا ما كانش هذا راه يكون ضغط سلبي، هذا ضغط سلبي يعني، ونتاسفوا احنا على هذا العمل. هذا عمل نسميه ممنهج، راه ضد الفريق وضد الاداره، ممنهج راه تخطيط ليه. احنا انا عندي طاقم راه يتبع كل وشراو يصرف في كواليس التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو، واش كلش رانا على بالنا به يعني. يعني لازم نتاسفوا انه البوصله راه هي كل خطره وين الدور يعني، وهذا عمل يعني يضرب الفريق، لانه سواء حنا ولا لاعبين الجدد راهم يحسوا باللي ما كانش يعني ما كانش وقفه مع الفريق، وكاين جو مكهرب وجو ما يسمحش على العمل ولا يسمح على مواصله العمل في الفريق هذا يعني. هذا واش نقول، وحنا الرئيس نامل خيرا ان شاء الله انك تقود سفينه البليده الى بر الامان ان شاء الله، إن شاء الله. رفقه الطاقم الفني الاداري والناس اللي راه يجون وتخاف من دون شك راهي معاك بقوه ان شاء الله. ان شاء الله تضحك كاين متفائل ان شاء الله. متفائل الرئيس ما مشني متفائل حقيقه، ماشي متفائل الحقيقه يعني هكذا واقع مرير. واقع مرير جدا يعني، نتاسف يعني، نتاسف يعني يعني صح يعني جامينا ما حسيت واش راني حاس دركا، جامي حسيته في حياتي بالرغم الحياه تاعي فيها مراحل صعبه جدا، جامي حسيت كيما هذه المرحله هذه، مش لانه ضعيف ولا الاخر، ولكن يعني تحس باللي كي شغل واحد شو ما يساعدش خلاص باش يدعموا الفاشل ويكسروا الناجح يعني. ثم ما نتاسفوش ان شاء الله. ونحن من هذا المنبر في الختام نوجه رساله قويه مشفره لانصار اتحاد البليده، يد واحده ما تصفق كونوا مع الرئيس مع الطاقم الاداري الجديد طبعا، من اجل ان تعود البسمه والفرحه للنادي ولانصار البليده الغنيين عن كل تعريف. كيف لو النادي كان في حظيرة الكبار يطيح بكبار القوم، عفوا شفنا لي ماتش وكنا حاضرين في العديد من المباريات. ما بقى لي في الختام إلا نقول لكم شكرا على إصغائكم، نتمنى أن يلقى صداكم هذه الحصة وأن تصل الرسائل طبعا إلى المعنيين من أجل الالتفاف حول هذا النادي والعديد من الأندية التي سنتحدث عنها في قادم المواعيد وقادم الحصص إن شاء الله. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.